مش بتسافر يا سلمان؟ لا حد طلبك ولا في حرب هذه الأيام. المصاريف المصاريف يا سلمان، قد قربت تكمل علينا، وانت داري اني مش تدوليش مصاريف الا لما اروح المفرزة. معانا اللي اشتكى فيني احنا سلم، لو مش تقصر ولا خالي نبيل. ليش اكذب عليك يا سلمى؟ ليش؟ وانت ايش تعرفي من اصحاب القريه؟ موقع يا سلمان، تكلم. عبد الغفور، عبد الغفور يا سلمى، مدري ماله قلنا اليوم فوقي، بقي بيني وبينه مضرابه عمياء خلي على الله. اللفلفات العاليه كلها تفارع بيننا. هو ما قصرش، وانت تعرفي عبد الغفور يصيح بصوته كله. يقول للناس ان انا كنت اروح لمحصنه بانصاف الليالي. والشيخ فاضل عرف؟ عرف. هو اللي قال لي خرج من العاليه لما الناس ينسوا الكلام اللي قاله عبد الغفور. ليش من صفك يا سلمان؟ ليش؟ سهل يا سلمى، سهل. انا كذا كذا كان لازم ارجع الجيش. لا والله، والله ما ترجع، واهل العاليه ايش يتكلم عليك بالسوء؟ تشي ترجع ارجع براحتك، لكن تروح ترجع وراسك مرفوع. اي سلمى، اين الشروحي؟ سلمى يا شيخ فاضل، يا شيخ فاضل، مالك يا بنتي خير؟ اشتري حقي وحق زوجي يا شيخ فاضل الان. طيب طيب، حقك ان شاء الله محفوظ مثلي ومثلك ان شاء الله، بس مش هنا في البيت. زوجي احتن قدام القريه كله، اشتري رد اعتبار له الان. الصراحة يابا أنا مع سلمى، لازم ترد اعتبار سلمان في العالية كلها. هذا خذوا أمر الله، اسمع، اجمع لي أهل العالية كلهم في الساحة، تمام؟ حاضر يابا، يلا الآن تحرك.